أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على إدانة بلاده لكل مظاهر الإرهاب التي تتخذ من العقاب الجماعي شكلا لها، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وخلال اجتماع مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في موسكو، دعا لافروف إلى زيادة وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. نحن على تواصل دائم مع زملائي وخاصة الحاضرين هنا اليوم، ونحن نندد بكل مظاهر الإرهاب، ولا بد من مكافحة هذا الإرهاب التي لا تأخذ صورة العقاب الجماعي ولا تنتهك بشكل فاضح حقوق أو القانون الإنساني الدولي. إن الأوضاع تظهر إلى أي مدى سيكون التحرك باتجاه تجاهل القوانين الدولية فاجعية. إن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع قليلة، والوكالات التي تعنى في هذه المساعدات ضمن الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.